تأتي استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي في إطار أولوية تنمية القطاعات الواعدة بخطة التعافي الاقتصادي، وبهدف تنمية قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية والاقتصادية للوصول لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد مشعل علي الحلو، رئيس مجلس إدارة جمعية التكنولوجيا والأعمال. أهلا بك في نشرة الثالثة، وإذ تحدثنا عن أهمية استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مملكة البحرين. السلام عليكم وشكرا على الاستضافة. طبعا الحديث عن استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أتت في وقت جدا مهم. الاستراتيجية طبعا بنيت على مجموعة من السياسات الرقمية التي أقرت مؤخرا من قبل الحكومة الموقرة، كذلك الاستراتيجية حددت مجموعة من الأهداف الاستراتيجية الهامة جدا لتطور الاقتصاد ونموه. ومن ضمن الأهداف الاستراتيجية طبعا المزمع يعني التركيز عليها في الفترة القادمة هي جعل البحرين مركز إقليمي للابتكار الرقمي، وهذا الشيء طبعا محفز جدا لجميع العاملين في مجال التكنولوجي لتكثيف الابتكار في هذا المجال. طبعا كذلك استقطاب الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا. طبعا عندنا شركة أمازون موجودة في البحرين، هي من أحد الشركات العالمية اللي هي استفادت من البنية التحتية المتطورة في البحرين واختارت البحرين مركز. كذلك ركزت الاستراتيجية على تطوير معايير الأمن السبراني وتعزيز المراقبة. هذا الموضوع طبعا جدا مهم للتطور التكنولوجي، فهي التصدي للهجمات السبرانيه شيء اصيل في موضوع التطور. كذلك عذرا بس كذلك طبعا نترقب الكثير من النتائج من خلال هذه الاستراتيجيه. يعني من اهم النتائج اللي احنا نترقبها طبعا توفير فرص واعده للمواطنين من خلال العمل في المجال التقني. نعم. من خلال العمل في مجال الامن السبراني او الارتفيشال انتليجنس او البيانات الضخمه، كلها مجالات جديده وواعده وفيها الكثير من فرص العمل. كذلك انا اتوقع طبعا تحسين في الخدمات الالكترونيه المقدمه خلال البوابات الالكترونيه، وكذلك التطوير المستمر في البنيه التحتيه، وكذلك طبعا التركيز على المشاريع التنمويه التي سوف تخدم الاقتصاد بشكل كبير. نعم، طبعا تحدثت عن النتائج، ولكن أيضا تحدثنا عن دور الاستراتيجية في رفع سمعة مملكة البحرين عالميا في هذا القطاع. طبعا الاستراتيجية أتت مكملة لما قامت به المملكة سابقا. طبعا البحرين لا يخفى على الجميع تتبوأ دائما المراكز العليا في هذه المؤشرات الدولية. على سبيل المثال طبعا عندنا مؤشر الحكومة الإلكترونية في الأمم المتحدة. نعم. البحرين في آخر خلينا نقول 15 سنة هي دائما في المراكز المتقدمة. كذلك عندنا مؤشر الأمن السبراني من الاتحاد الدولي للاتصالات. هذه الاستراتيجية أتت لتؤكد مكانة البحرين وإصرارها على أنها تكون في المقدمة. نعم، السيد مشعل علي الحلو رئيس مجلس إدارة جمعية التكنولوجيا والأعمال، شكرا جزيلا لك.